وطبعا اليوم يوم تاريخي، خلينا نقول يوم جدا جميل، يوم مهم جدا في عمر الشركة. خلال المشروع هذا، هو مشروع تجريبي طبعا، ولكن احنا استطعنا الحمد لله ان ننتج خلاله، نجحنا في انتاج هيدروجين اخضر، وبالتالي انتاج حديد مستدام اخضر خلال مفاعلاتنا او خلال مصانعنا في ابو ظبي. طبعا الشراكه هذه جت مع مصدر مهمه جدا، لانها بعد تصب في استراتيجيه الدوله للحياد المناخي، وكذلك تطلع الدوله انها تكون من اكبر منتجين الهيدروجين الاخضر على مستوى العالم في خطه 2030. تقريبا التكلفه الاستثماريه كم تبلغ؟ هو طبعا نتكلم عن تقريبا 5-6 مليون دولار. هو مشروع مثل ما قلت هو مشروع تجريبي، ولكن الاهم من خلينا نقول الاستثمار او الكميات، ان احنا اثبتنا تقنيا ان اليوم احنا نقدر ننتج هيدروجين اخضر، وفي نفس الوقت منه ننتج حديد مستدام اخضر كذلك. طيب سيد سعيد، فرق التكلفه عن انتاج الحديد التقليدي كم تبلغ تقريبا؟ نعم طبعا اكيد اليوم احنا نعرف ان الهيدروجين اليوم بشكل عام مقارنه بالغاز، طبعا احنا اليوم احنا نستخدم الغاز في الانتاج، غاز الهيدروجين اكيد انه الى حد ما اغلى من الغاز الطبيعي. فهذه الفكره طبعا، ان احنا اليوم نتكلم ان احنا تقنيا اثبتنا ان المشروع ان شاء الله ماشي تقنيا، وان شاء الله خلينا نقول الخطوه الجايه ننتج كميات اكبر على اساس ان تكون ذات جدوى، بحيث انه يكون ان شاء الله الهيدروجين الاخضر يستخدم في انتاج الحديد الاخضر. احنا تقريبا حصتنا من سوق الحديد بالامارات بتصل الى 60%، بعد هذا المشروع الجديد كم ستصل الحصه، وما هو المستهدف خلال الاعوام القليله المقبله؟ طبعا احنا اليوم حصتنا 65% في المنتج في السوق المحلي. طبعا مهم جدا ان بعد احنا نصدر 35% من منتجاتنا. اليوم الحمد لله منتجنا كوننا اليوم يعني خلينا نقول حديد ذات منخفض الكربون بكميات كبيره. اليوم احنا قبل حتى هذا المشروع، قبل ما نستخدم الهيدروجين، اليوم احنا عندنا 45% تقريبا اقل انبعاثات في منتجاتنا، نعم، مقارنة بالشركات المنافسه. طبعا هذا المشروع اليوم راح يضيف زياده الى هذا الشيء. نشوف ان الاسواق العالميه متجهه طبعا الى هذا التحول، خلينا نقول في نفس الوقت اليوم عندنا طلبات من زبائننا بشكل كبير على منتجاتنا، كون انها منخفضه الانبعاثات، وطبعا هذا راح يزيد من تصديرنا، راح يزيد من تعزيز اماكننا او خلينا نقول وجودنا في الاسواق العالميه بشكل عام. اي الاسواق تطلب هذا النوع؟ طبعا احنا نتكلم عن، طبعا هو يختلف من سوق الى سوق، يمكن شوي اوروبا اليوم خلينا نقول الى حد ما هم الاسبق في هذا المجال، شرق اسيا، اليابان، ولكن بشكل عام اوروبا اتوقع هي الاهم، امريكا ان شاء الله بتي بعدها، بس طبعا احنا عارفين ان العالم كله متوجه الى هذا الاتجاه. وننسى حتى احنا سوقنا المحلي، الهدف الرئيسي سوقنا المحلي. طبعا اليوم احنا من خلال هذا المشروع راح ندعم الصناعات التحويليه او الصناعات مثل صناعه البناء. اليوم اذا زبائننا راح ياخذون منتج حديد اقل انبعاثا، راح طبعا هذا يعزز من مكانتهم في هذا المجال من ناحيه السستينابيلتي والامور هذه. طبعا هذا المشروع حضرتك ذكرت انه نموذج لمشاريع مستقبليه، ما هي طبيعه المشاريع التي تخطط لها الشركه حاليا؟ طبعا هو احنا الحين مثل ما قلت هذا مشروع تجريبي، يمكن يكون مشروع صغير في الكميه، ولكن الاهميه منا ان احنا استطعنا ان احنا نثبت ان التقنيه هذه راح تشتغل. الخطوه الجايه احنا ان شاء الله نكبر السكيل، بمعنى ان احنا ننتج هيدروجين اكبر ونضخه طبعا في مصانعنا لانتاج حديد مستدام. حلول اي عام تقريبا، وايه الانتاج المستهدف؟ طبعا احنا في خطه، هذه مثل ما قلت التحدي الاكبر ان احنا اليوم ننتج هيدروجين الى حد ما سعره منافس، وفي نفس الوقت بحيث ان لما تزيد التكلفه في الانتاج بعد نقدر نحن نزيد قيمه المنتج النهائي. فهي اتوقع تاخذ وقت شويه، والعالم كله متجه في هذا الاتجاه، ولكن الاهم نحن الحمد لله سباقين. اليوم قلت لك هو المشروع الاول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وطبعا ان شاء الله مثل ما قلت لك في ابو ظبي تحديدا احنا ان شاء الله راح يكون داعمين الى السياسه العامه في هذا المجال. سيد سعيد، اسمح لي بسؤال اخير، وهو التحديات في الاسواق العالميه. يمكن المجموعه استطاعت ان هي تدير التحديات جراء التوترات ما بين روسيا واوكرانيا، وكذلك التغيرات التي اصابت الاقتصاد العالمي، لكن حاليا لدينا توترات في المنطقه بتؤثر على تكاليف الشحن وتحديات اخرى، وايضا الطلب وهذه الامور التي تتعلق بالقطاع العقاري في الصين كذلك هي نوع من انواع التحدي.
السعودي، على الرغم من نعتقد بتروا أنه الهند سوق واعد خلال الفترة المقبلة. بعض التقديرات بتشير إلى أن الطلب على الحديد خلال العام الحالي سينخفض أو سيتراجع 9% تقريبا. كيف تتعاملون مع التحديات وما هي توقعاتكم أيضا سعر الحديد؟ لأنه في بعض الدراسات أو الاستراتيجيات ربما هي سيناريوهات أسوأ. سيد سعيد بتتحدث على ممكن نرى $60 للطن. هي طبعا تحديات كثيره في الصناعه، واحنا مثل ما نعرف ان هي صناعه سيكليكال، يعني تمر بامور اقتصاديا مرتبطه بارتباط رئيسي بالاقتصاد، وطبعا تحديدا فيما يحدث في الصين، واحنا نعرف اليوم ان اقتصاد الصين في تحدي كبير. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه طبعا الطلب بشكل عام عالميا. من ناحيه التحديات اللي هي اللحظيه انا اسميها مثل تحديات الشحن، وهذا طبعا هذه موسميه، او مثل ما تقول بتكون في فتره وراح تعدي. ولكن طبعا الاهم ان تواجدنا احنا في الاسواق هذه موجود بالكواليتي، او خلينا نقول بالجوده منتجنا، وكذلك مثل ما احنا الحين قاعدين نسوي منتجاتنا منخفضه الكربون، حديد مستدام، اللي راح ان شاء الله يعزز من وجودنا في الاماكن ويكون الطلب عليه ان شاء الله في المستقبل. شكرا جزيلا لحك سيد سعيد. العفو، شكرا.